السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة نوكومين ترجيمينج. اليوم يا شباب راح نكمل إن شاء الله تختيم لعبة ديترويت بيكام هيومن، تحديدا احنا وصلنا الحلقة الخامسة. أول إشي بدي أشكر كل من ساهم في توصيل الحلقة الماضية لل 100 لايك في أقل من ساعة، وهدف الحلقة اليوم نوصل 150 لايك، لأني بعرف إنكم راح تجيبوهم بأقل من ساعة يا أكابر، فياريت تنزل تعطينا أكبر لايك إذا عجب المقطع، وإذا ما كنت مشترك ياريت تنزل تشترك بالقناة وتعطينا رأيك فيها. ثانيا بالنسبه للحق قالوا انه كونر مات وليش قتلته وليش ما استسلمتش، انا راح اقول لكم اخذوا الحلقه هاي الخامسه وراح تنبسطوا لانه كونر لساته عايش. واخيرا وليس اخرا بالنسبه لكل طلب انه ازود طول المقطع، انا بهذا الحلقه عملت المقطع لكم 50 دقيقه لعيونكم. يلا نروح نشوف التعليقات الحلوه. يلا نبلش. 5 نوفمبر 2038. والله يا عالم التفاصيل بتجنن. كارا تمام، وصلنا نهاية الخط. أيوة لازم تمشي. هات نفيقها. يلا إيقاظ. اسحي. يلا يا حلوة. يلا بقى هنا مأوى ما اخترتش. دور على مأوى. بردانة. انت كده كويسة؟ هنلاقي مكان نبات فيه الليلة دي. يلا بدنا نمشي في المدينة. يلا يا أليس لازم نتحرك. بحنا المأوى في هذا. لن يفتح قبل الصباح. دن فوق ليه؟ مو في سيارات يمين شمال ونقطف. فندق اعتقد ممكن نبات هنا. 40 سنة دخول. No android allowed. مش هندخل؟ لازم نلاقي $40 ونخلص من الهدوم دي او نروح مكان تاني. مأوى. ايش الطلب؟ انه في النزول اخذ $40 اكتشف ملابس. وين ممكن نروح؟ كونوا كتومين. ممكن نلاقي في الشارع الثاني. نسأل طبعا الحافلة.
بروحة البنت. نهدي ألف. أليس أنت جسمك متلج؟ أنا كويسة، أنا مش بردانة. شكلك تايه. ما عندناش مكان نروحه. أعرف واحد ممكن يساعد. لكن ده الناحية التانية من المدينة، محتاجين مكان للليلة دي. يلا يا أليس، لازم نلاقي مصاري عشان ننام في النزل المتل. من وين؟ سكر المدينة. تشاء 24 طيب بتسكروش هدول. بصي المحل لسه فاتح، متهيألي ندخل جوه على الأقل نبعد عن البرد. انت عاوزة ايه؟ انا معايا بنت صغيرة وما عندناش مكان نروحه، ممكن تسلفنا فلوس نأجر بيها أوضة؟ اخس، اندرويد غلبانة؟ مش معقول. اسمع، طبعا انت عارفة كويس ان ده محل اكل عيش، تمام؟ احسن لك تمشي من هنا لو مش هتشتري. دير بالك انا خطير. سرق المسدس. تهديد الصراف. هات الفلوس. استنيني برا، هما دقيقتين بس. هتقفي برا؟ لكن ليه؟ ارجوكي أليس ثقي فيا. مشاهد غير ملائم للأطفال. هات الفلوس. أسمع، ما عنديش حل تاني. طلع الفلوس من الدرج وحطها على الترابيزة. ترابيزة؟ طاولة يعني. بقاء. بدنا الفلوس الليلة. لو سمحت انت خلصت. يلا حوالي 5 دولار. حوالي نرجع لموضوعنا. 40 دولار لو سمحت. يلا افتح الدرج. حط الفلوس على الترابيزة. هما كل 40 دولار. أحسن تمشي قبل ما الدنيا تبوظ. أقنع. شايف البنت الصغيرة اللي برا؟ هي اسمها أليس، عندها 9 سنين، ودي أسوأ ليلة في حياتها كلها. أنا بس محتاجة كام دولار عشان أعرف أأجر أوضة، ومش همشي من غير الفلوس. ماها؟
شكرا، باي باي. احنا بنسرقش، رح نرجع المصاري. معنا فلوس دلوقتي. لحظة، جبتيها ازاي؟ قلت له طلبت من البياع كام دولار؟ اكتشاف ملابس. وين محل ملابس؟ ايش هو؟ تعالي بيت. انه في سير مهجورة؟ لا، صرنا جايبين 40 دولار. لا، ملابس ما داخل ندخل. وين محل ملابس؟ معقول هذا؟ أبي غسالات. المكان ده في هنا، هتحس إنك أحسن بسرعة. أنا عاوز غسالة ألبسها. تغيير الملابس. بتعملي ايه؟ دي مش هدومنا. محتاجينهم يا أليس، محتاجة ملابس تدفيكي، وانا لازم اخلص من الهدوم دي. لكن كده سرقة. لا لا، ما نقدرش نعمل كده. لا انا هنقف. انا اسفة يا أليس، بس لازم نعمل كده. ار واحد. بشويش اليوم احنا كنا مجرمين. اهم اشي انقذ البنت. يلا تعالي. ولا وين؟ الله الله الله. قراءة. فين الباب؟ احنا متأسفين. ذهاب للنزول، ذهاب سير ومهجورة، اكتشاف. هات نكتشف كمان ايش في شغلات قبل ما نروح على البيت النزول. نوم في السيارة، محلات هون، انت شوفي فيهم. اعتقد هيك ما فيش اشي يعني، خلص نروح ننام. ايش في هون؟
ثلاثة نشوف فيهم. تحدث. محتاجين مكان نقعد فيه، تعرف مكان نبات فيه الليلة؟ اوف لاين الاخ، باي، شكرا. خلاص على النزول، يلا تعالي يا بنت، هاتي ايدك. فوق والله اللعبة كتير بتجنن. السلام عليكم. اهلا اهلا. عاوزة اوضة. عايز 40 دولار مقدم. في مؤخر كمان؟ انا اتجوز. اديني اسمك وعنوانك. بومن. ممكن اشوف رخصتك؟ نسيان. احنا كنا مستعجلين تقريبا، نسيتها في البيت تقريبا. ما تقلقيش، احنا هنشوف لها حل بكره. بكره بهرب على السريع على الصبح. شكرا. ليله سعيده. لينا وليك. سلام. يلا بينا يا أليس. تفتكري انه صدقك؟ مش عارفة يا أليس، اللي أعرفه انك هتبقي كويسة الليلة دي. ايه الأجهزة؟ ازعاج هذا الاصوات بالليل. اي غرفة اصلا؟ فتح. تشغيل. غرفة ممتازة. لا لازم تخبيه قدام البنت. يلا هاتي الجاكيت. هات علق هدومي انا برضو. اعطيني هدومي. خلينا نغير الهدوم دي لانها مبلوله. هحطها في الحمام تنشف. والله التفاصيل بتجي نطلع انعكاس على المراية. وانا احطها. التدفئة. ايش كمان؟ قبل ما احكي مع الين نشوف هون. نظر للخارج. في شرطة. ايش هذا شايك فينا؟ لا. يلا نهديها. ليه ما حبنيش؟ اتدمرت نفسي. البنت متضايق مني. انا بس كنت عايزه اعيش زي البنات التانيين. يمكن انا عملت حاجه غلط، ما كنتش استحق حبه، عشان كده كان دايما غضبان. انا بس كنت عايزه نكون عيله،
كان نفسي يحبني بس. ليه ما ينفعش نكون سعدة؟ مش عارفة. انتي هتسيبيني في يوم؟ اوعديني انك مش هتسيبيني ابدا. مش هسيبك. اوعدك. هنفضل مع بعض على طول؟ اه. Forever. للابد. والله بتحزن البنت. بس انا متوقع يجونا شرطة ويعتقلونا ولا نموت ولا اشي. لازم تنامي شوية. عملنا مشاكل قلنا بكفي. انا هطفي النور. اوكي تصبح على خير. انا نور هذا ولا قبلة حنان الام سعيدة. والله زي امها. سير بعيدا دخل السرير. لا هات اشحن. اوهو هاربون. وال قد ما في خيارات. والله كتار. يلا نكمل اللي بعديها. ستة نوفمبر 2038 شهر 11. هذا التشغيل. مساعد الرسام العجوز. الشرطة ضخت علي. ما هي في ناس صوت تالفة. كرة ضعيفة. منظم ضخ السيريوم دم الأزرق يعني معطوب. مكونات الساق اليسرى واليمنى العجز عن الوقوف. استبدال الأرجل. يلا امشي ازحف. ازحف. يلا شغال الاجر يعني نهوض. يلا والله فكل ابي اخذ. يلا توصيل. احضار قدم يسر. يلا زحف كمان مرة. خربانة. يا ساتر. شغال الاجر. يلا
ناخدها نهود. اخد وقوف. ترك موقع النفايات. انا مش شايف عشان ايه الطريق من هون. يا حبيبي في مكان ممكن نبقى فيه احرار. دور على جاريكو. دور على جاريكو. جاريكو مين؟ مقبرة الاندرويد. مش عارف الطريق وين. اطلع امشي. مسكر الطريق هون. في سيارة. لازم يكون في طريقة. هاي الطريق ليش ما يبلش يدخل من هنا؟ منظر مقزز. ايه انت رايح فين؟ حبيبي عشنا ندور. يعمل وحدة بصرية. مات. مات. بدنا قطع احنا. هات نشوف شو فيه هون. حلو. بحاول اطلع. هات ايش في هون. غير متوافق. محاولة الصعود. يلا
ماذا بنلاقي القطع؟ المشكلة مش شايفين اشي، احنا مش عارفين نروح يعني. ايش هون؟ في اشي هون. ياي متفوق، هذا اللي بضخ الدم. مات، هاتوا يا وقت. يعني هلا بقدر امشي بكل اريحيه، ما بس عندنا مشكله في العين والصوت. يلا امشي. متوافق. يس اهلا، انا الاندرويد اي كي 700، تم تصميم الخدمه. ايه اللي اقدر اساعدك؟ اهلا، انا الاندرويد اي كي 700. اكتشف برنامجي شيء غريب، اتصل بعارض مركز صيانه سايبر لاين. هلا بتنحل القصة، بقدر اشوف. حتى ارجع اول شيء المنطقة. ها هاي خلص، حلينا القصة. يس اخذنا طبعا ادخال. اها هاي رجعنا نسمع. راح السلطة. اها يلا كله صوت الشتاء عالي. يلا اروح. فقد ايش ناخذ؟ ماله كله صار قاتل، كله صار يقتل. لازم نرفع نفس اللحظة. ار2
باين زي كان انسان. والله مهمة حلوة، مش بطالة يعني. هيك خلصات من الموت. يا هنشوف اللي بعديها. 6 نوفمبر 2038. اوه رجعنا كونر. تفقد اماندا. وير ار يو اماندا؟ اكثر شخصية حبيتها كونر. يلا امشي من الطريق نفسه انت. هاي هونك. هلو أماندا. أهلا يا أماندا. كونر مبسوطة أني شفتك. للأسف النموذج اللي فات اتدمر. عارف أن المتحولين غير مستقرين، بس ما خدش باله كويس. أتمنى ما تعملش نفس الغلطة. هي غلطتي. ما بفكرش في ده. لما نموذج كونر يتدمر ننقل ذاكرته للنموذج التاني، لكن ممكن نفقد بيانات واحنا بنعمل كده. حاول ما تتدمرش، ده حيكون احسن عشان تحقيق يستمر. فهمت. واضح ان الاستجواب كان صعب وفي تحدي. ايه سريع طول المعلومات. ندم، كان ندمان. كان ممكن يقتل كل واحد في الأوضة. كان المفروض كونر السابق يتوقع الخطر. كانت غلطة السماح لشرطي مسلح يبقى موجود قريب من متحول. ده الملازم أندرسون اللي اتكلف بالتحقيق في قضية التحول. قول لي رأيك فيه. عدم السرور. أنا شايفه مزعج ومش محترف. أعتقد إنه عنده شخصية إدمانية وما بيحترمش التعليمات وبيحتكر الأندرويد، وده بيخلي علاقتنا صعبة. للأسف مفيش قدامنا غير إننا نشتغل معاه. إيه هي أفضل طريقة في رأيك؟ متكيف معاه مش مشكلة. هتأقلم مع شخصيته. من الأفضل لصالح التحقيقات إني أتجنب أي خلافات وأحاول أتأقلم مع حالته النفسية. انتشار المتحول بين الأندرويد يزيد باستمرار، عددهم بقى بالملايين. لو خرجوا عن السيطرة هتكون النتائج مرعبة. انت أكتر النماذج المتطورة اللي عملتها سايبر لايف. إن كان في حد هيفهم اللي بيحصل فهو انت. اعتمدي عليا يا أماندا. كمل التحقيق بتاع كونر اللي فات ولاقي حل وانهي الموضوع ده. لسه ما خلصناش القضية. بسرعة يا كونر، الوقت ضيق. اوكي يلا، متحمس نعيد المهمة او نرى شو بيصير. فكرة ما خلصناهاش. رجعنا على المكتب التحقيقات. يلا وينك يا اندرسون؟ اقدر اساعدك؟ محتاجة اقابل الملازم اندرسون. معك تصريح؟ أيوة. الملازم أندرسون ما جاش، بس استنى في مكتبه. أوكي. وين مكتبه؟ ممكن
الآلة دي كان بتقتل كل اللي في الأوضة. مع صدور تقرير عن تصادم حاملة روسية بزورق للقوات الأمريكية الليلة الماضية. طبعا تم تبادل إطلاق عينة نارية تحذيرية. من الواضح عدم وجود إصابات أو خسائر حصلت لكلا الجانبين. في حاجة جايز يكرروا بشكل جديد من التلج الأحمر. البلاد الموجودة في المنطقة وخاصة السويد. أنا هون نشوف. أنا بدور على مكتب الملازم أندرسون. كما دعت إلى عقد مؤتمر. المكتب اللي هناك ده. إلى الآن لم يتم إعلان أي رد من جانب موسكو أو واشنطن. أوكي، ثانك يو. بيرسون لا أندرسون على سنة هنا. كولينز. أندرسون يلا. لو سمحت تعرف إمتى الملازم أندرسون عادة بيوصل المكتب؟ بيعتمد على مكانه امبارح بالليل. لو محظوظين هنشوفه بعد الظهر. شكرا. جلوس يلا. أنا بقول إنه أحسن. بلند وقف. ما تبي السفينة؟ اتصل بهانك أندرسون. أهلا أنا هانك. أنا مش متاح حاليا. سيب رسالة لو حبيت بس ما تستناش إني أتصل بيك. بيب. أي كلام؟ نترك رسالة. ولازم أندرسون. أنا كونر. الاندرويد اللي بعتته سايبر لايف. احنا تقريبا بقينا الظهر وانا مستنيك في المكتب. هتنشوف في هون تحليل. قوة الثلج الاحمر والمخدرات يعني. شعر كلاب. قبعة. شعارات مضادة للأندرويد. يعني بكره الأندرويد هو عشان هيك. كعك. طبعا الشرطة كلهم بياكلوا كعك. قيقب. كوب قهوة. قهوة باردة يعني. خيرا وصل. اسمي كونر. الاندرويد اللي بعتها سايبر لايف. يا خبر. انا شفتك امبارح بتضرب بالنار في راسك. للأسف النموذج اللي قبل اتدمر. سايبر لايف نقلت لي الذاكرة بتاعته وبعتتني بداله. لكن ده طبعا مش المفروض يأثر في التحقيقات. آه يا ربي. هانك في مكتبي. روح معاه ولا فتش كمان. روح لحالك. هاي مالك. هذا الختيار. هناك أحسن. يسمون سماعة مثل ما نشي فيها. في
بلد مؤهل لتولي قضية زي دي. حلنا اللي هون في ضايع. في ضايع. ايه من التحليل. الكل عليهم ضغط كبير. الحقيقة انك بتدرب على النوع ده من التحديات. كلام فارغ. الحقيقة ان محدش عاوز يحقق مع الاندرويد المورف وانا الوحيد اللي فاضل قدامك. سايبر لايف بعتت الاندرويد ده عشان يساعد في التحقيق. ده نموذج حديث جدا وهيكون شريكة. فهد مستحيل. انا مش محتاج اي شريك. وخصوصا حتة البتاع البلاستيك التافه ده. هنك انت بدأت فعلا تضايقني بجد. انت ملازم شرطة والمفروض انك تعمل اللي اطلبه منك وتقفل بوقك المعفن ده. عارف لساني حينطى ويقول لك ايه؟ ماشي ماشي هعتبر اني ما سمعتش الكلام ده عشان ما ضيفش اي تقرير في ملف الانضباط بتاعك. اصلا انت مش ناقص. المناقشة دي انتهت خلاص. يا جفري حرام عليك انت بتعمل فيا كده ليه؟ انت عارف انا بكره الحاجات دي قد ايه؟ بتعمل فيا كده ليه؟ اسمع انا خلاص زهقت من عرفك ده. يا إما تشوف شغلك أو تسلم الشارة بتاعتك. ودلوقتي بعد إذنك عايز أشوف شغلي. تعال تعال بدون ما ما اشتغلتش إيش أنت أندرسون؟ أنا عن نفسي أشك إن الملازم أندرسون هو الشخص المناسب لتولي التحقيق ده. لحظة مش محتاج لآلة تعرفني إزاي أتعامل مع رجالتي. فاهم؟ أخرج من مكتبي فورا. نهارك سعيد يا فندم. يلا وينك يا هانك؟ أيوة. الحياة أنا حاسس إن وجودي بيسبب لك نوع من الضيق يا فندم. أحب تعرف إني آسف فعلاً بسبب ده. شركاء إحنا. ودلوقتي بما إننا فريق فلازم نتعرف على بعض كويس. كم مرة. مكتب. هو في هنا مكتب ممكن أستخدمه؟ مفيش حد بيستخدم ده. شكراً. طلع عندي مكتب والله. كلب كرة سلة موسيقى ضد الاندرويد. هنشوف كلب. انت عندك كلب صح؟ تعرفت ده ازاي؟ شعر الكلب على الكرسي بتاعك. انا بحب الكلاب. قول لي كلبك اسمه ايه؟ وانت دخلك ايه؟ يلا ايه؟ سومو. بناديه سومو. سومو كرة السلة. انت بتشجع ديترويت ديب؟ دينتون كارتر سجل 53% من ضرباته الثلاثية امبارح. انت شفت الماتش؟ احنا فعلا محتاجين ادلة. ده اللي كنت بتفرج عليه في البار امبارح. او يعني اسكت انا. موسيقى. انت بتسمع نايتس اوف ذا بلاك ديث؟ انا بحب الموسيقى دي جدا. دي مليانه طاقه. انت بتسمع هيفي ميتال؟ طيب الحقيقه انا مش بسمع الموسيقى كتير قوي بس احب اعمل كده. ضد الاندرويد. في ناس كتير مش بتقدر وجود اندرويد حواليك. انا بتساءل هل في سبب محدد بيخليك تحتقرني؟ ايوه في واحد. ايه هو؟ فاولر. ساعة تهد نفس ساعة. انا عندي سؤال. انت دايما بتوصل المكتب في الوقت ده؟ انا بوصل لما بوصل. ممكن بقى تبطل توجع دماغي ماشي؟ خلاص يلا بدي اعمل. لو عندك ملفات عن المتحولين احب ابص عليهم. تقرير النهاية على مكتبك. اعمل اللي يعجبك. يلا دخول.
مفقود. تم التدمير. بحث جميع الملفات. 243 ملف. الأول تاريخه من 9 شهور. كل حاجة ابتدت في ديترويت وبسرعة انتشرت في كل البلد. تم الإبلاغ عن AX400 قتل بشر امبارح. دي ممكن تبقى نقطة كويسة نبتدي منها تحقيقنا. المفروض ما تسمحش لمشاكلك الشخصية تعطل التحقيق يا فندم. انت مش عارف انت بتتكلم عن ايه. يا ريت بقى تشغل البرنامج بتاعك وتقفل بقك. عظم وصار. انا تم تكليفي بالمهمة دي يا فندم. التقرير بيقول انا مش جاي استنى لحد ما تحس انك عاوز تشتغل. اسمع يا غبي انت، انا لو بايدي كنت رميتك في صفيحه الزباله وولعت فيك، فبطل تضايقني فاهم، والا حوريك شغلك. يا ملازم، اسف على الازعاج. عندي معلومات عن الاي اكس 400 اللي قتل الراجل امبارح. هو اتشاف امبارح في حي ريفاندل. انا هشوف. ترديش طول هلا، تعال. انتظار هانك. خلصنا معظم المهمة والله هيك. وهيك يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. يا ريت تعمل اشتراك، يا ريت تعطينا لايك، زي ما حكيت في بداية الحلقة انه نتوصل 150 لايك. امبارح وصلت 100 لايك في اقل من ساعة. مشكورين كلكم، ومشكورين كلكم على التعليقات الحلوة، والسلام عليكم.